السلام عليكم الخوت، يعني كل شيء مزيان، نتمنى كل شيء يكون بخير وعلى خير كيف ما ديما الخوت. ان شاء الله فيديو جديد، هذا الفيديو ان شاء الله غادي نوريكم ان شاء الله الفريخات ان شاء الله راه كبروا، واحد الجوج وقال ان شاء الله ولا ثلاثه راه قال تلاحهم من الصندوقه غادي نوريهم لكم. يلا معايا الخوت. هذا عطاو الزوار، شتي درت لها العملية، منقي فين تلاح شتي، فين تجمع، درت زوان مخلطة، كندير لهم في اللاطة باش كيبقى كيطلعو كيبقى مجموع تما، كيضيع عليهم هو، إذا كنحط حدا الباب عرفتي ليه، كنحط حدا الباب على حساب الباب بالضو، هاد الباب اللي مخلي ليهم معري ليهم. كنحطو هنايا على حساب الضو باش كيبان ليا، واللعيبات الخوت راه صدقوني هنا لهاد الفيل ياك، جبتليهم واحد السميطات كيما تشوفو معايا دابا، بغيت نوريكم الوليدات لي خرجو، هاهما الخوت هاهما، هاهما تبارك الله راه خرجو هاد التلاتة هادا. الثلاثة الزرقين هذا راه وليداتي، الاخرين هذا خرجوا من الصندوقة هادي، غنطلو دابا ان شاء الله نشوفو شحال باقي فيها الخوف. داو لي ثلاثة وريتكم ثلاثة، نشوفو شحال باقيين هنا، قلت عليكم الخوت باقيين ثلاثة، حيت كانو ستة، ثلاثة خرجو، وهادو لي قلت لي وريتكم لوك لي فيه راسو صفر، وهادوك جوج زرقين، هاهما شوف شحال باقيين. اللهم لا بالو ليك، ثلاثة خرجوا، ثلاثة هما باقيين، شحال غادي مد النتوة هادي، هاي لا عمرها عمرها ما تلا شي ولد، صلاح. رجعنا لبلاصتو، كاين واحد الجويجه غتبيض هنا، هاد الجويجه كتبان لي كتدخل هنا غادي تبيض، هاد الياجور هذا الخوت شتي راه من الداخل يبان لكم ديك الصفوريه،
هذاك راه كيقصح لهم البيض كياخذوه كيقصح لهم البيض. هاد اللعيبات راه سطخوا الخوت هادو مزيان الفريخات ديالنا. شو هي باش يرموا الوليدات اللي قلت لكم الخوت على وليداتها هاي امهم هم هي اللي على اليمن راه هما هذوك الجوج وليدات اللي خرجوا راه هما اللي على اللايص هما الثالث هو هذا اللي جا حداهم هاد هما الوليدات هما دابا ثلاثة الخوت هادو هما اللي خرجوا من الصندوق هادو هما اللي خرجوا دابا من الصندوق انا قربت شوية مرحبا هادو هما الوليدات اللي خرجوا من الصندوق وبقاو هادوك الثلاثه هما اللي باقيين دابا اللي وريتهم ما تبارك الله هذاك طلع بحال ريمبو تبارك الله هو طالع ما كنت عن وين طير واخو انت ما تبغيش تعرف او تحط هنا بحال العادي بحال ريمبو الراس ديالو عطيناهم المويه ديالهم نقيه ديما الماء خاص يكون نقي والطاجين خاصك ضروري تحكو بواحد الشيته اي شيته تحكو بها تحيد منو هذاك كيولي لك خضوريه بحال الغيس هذيك خاصها تحيد يعني يبقى الماء صافي بحال غتشرب شي كاس ديالك حتى هي سيري 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 ايه هذا وليد هذا يلا خرج من الصندوق ريان ريان هو ديال الدريساج دابا يلا نخليكم الخوت Thank you.
يا رب الخوت ان شاء الله نخليكم ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد كيف العاده. يا رب الله يعاونكم الخوت.